الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. بما أننا كنحتفلوا بمتفوقين على الاتحاد، ما كنتش نوجدوا الذي تكون كلمة مرتجلة، كنبغي نحيي السيد رئيس الجهة المحترم، السيد رئيس جماعة البلدة، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد رئيس الوكالة العلمية للجهة الشعبية، السيد ممثل الأكاديمية تاع التعليم، السادة المنتخبين والرؤساء اللي حاضرين معنا، وأعضاء المكتب اللي كان عندي الشرف باش التقيت بهم يوم البارحة. اسمحوا لي باش نحيي الآباء والأمهات اللي حاضرين معنا في القاعة هذه، ووليداتنا اللي هما البراعم اللي غادي نحتفلوا بهم متفوقين في مدينة وجدة. هو المناسبة شرط فاش تكلم معايا السيد الرئيس ما تردتش ولا دقيقة واحدة، ولكن كانت واحد التظاهرة يوم البارحة اللي هي كانت أقل إعلام في مسجد محمد السادس، اللي المجلس العلمي ووزارة الشؤون الإسلامية احتفلوا خاصة النساء بالنسبة للمحاربة الأمية. كاين واحد العدد وافر اللي كيقارب 5000 نتاع المستفيدين والمستفيدات، وكانت هذيك اللحظة اللي أنا فجأة الخلود. لماذا؟ لأن أنا جاي من واحد الجهة، واحد الإقليم اللي المستوى نتاع الأمية كيتعدى 50%، والحمد لله في الجهة الشرقية وفي وجدة، أظن بأنه بهذا العمل القيم اللي كنقوموا به إجماعي كتقوموا به، ولكن انا ان شاء الله غادي نلاقي معكم مستقبلا باش نقوموا به، تيخصنا نقضيو على الامنيه لانه غير جائز في هذا القرن اللي كنعيشو 21 باش تكون حاضر معنا ناس اللي ما يتقنوش القراءه والكتابه. المرحوم حسن الثاني كان كيقول ان الانسان اللي يتقن لغه واحده راه امي، تيخصنا على الاقل نتقنوا جوج ولا ثلاثه لغات. انا كنظن ان هذا الورش اللي شفنا البارح السيد العلامه، احنا محظوظين سيدنا حمزه الحضور تاعو والتاثير الايجابي للاعمال اللي قاموا بها، كان حتى المنتخب كاس العالم باش نحددوا الامنيه ديال هذا التقديم اللي الحمد لله ديما مشينا فيه. بس تسمح لي ذكرت هذا التظاهر البارح، التظاهر اليوم عندها معاني متعدده. احنا غادي نحتفلوا بهذا المتفوقين، ونتمنى ان شاء الله تكون اقسام تحضيريه، ونتمنى ان شاء الله المهندسين اللي غادي يعملوا معنا غد يكونوا هذا الابناء، ولكن عندنا اشكاليه كبيره في الجهه تاعنا هو البطاله، هو الشباب اللي خصنا كنا نعملوا باش نخلقوا له مناصب شغل. سمح غادي نبقى نصدعكم شي شويه بهذه المساله، لان الشغل الشاغل يعني النظافه والامن وكل ما يتعلق بالمواطنين، ولكن كنظن بان الشريحه من المجتمع تاعنا اللي هما ولادنا كيتكلوا علينا باش حنا نصوبوا واحد المستقبل احسن من تاعنا. حنا موجودين في واحد المنطقه اللي هي كاين واحد الحدود مغلقه، يمكن اخر حدود في العالم اللي مغلقه، حنا ما غاديش نتكلوا على الحدود باش نخلقوا مناصب شغل لولادنا. حنا قادرين بالاجتهاد تاعنا تضافر الجهود تاعنا باش مجموعين اليد في اليد ونوضوا ان شاء الله واحد القفزه نوعيه باش نخلقوا مناصب شغل. علاش؟ لان عندنا الحد في الجهه الشركيه كاين المعقول، راه المعقول اللي كاين في وجده وعند وجده وعند الناس الشرق كاملين، ما كاينش باقي مغرب، ناس تغريين، ناس نيتهم صالحه، نوضوا نخدموا مجموعين ونتكلوا على الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخدمنا. المساله الثانيه اللي كنت نتكلم عليها هو انه الاجتماع اللي كان يوم البارحه لم استقبل سياسيين من احزاب مختلفه. اول مره كنظن استقبلت ناس اللي عندهم حزب واحد وحزب وجده. انا اعترف بالاحزاب، كنقول لهم معكم حزب حزب، انا عندي 60 حزب. انا كنقول بان اليوم تيخصنا اذا كان بعد المسائل بيناتنا وهذا عادي، ما عندناش انتخابات غدا، ما كانش انتخابات غدا، تنظن بانه الصوره اللي امامنا السيد رئيس الجهه من الحزب بالنسبه لي حزب اخر، اليوم جوج بهم حزب واحد، غادي نعملوا من اجل وجده، وانا غنعطيكم يقين. بهذا المنبر كنبغي نشكرهم على الترحال
لأن سيدنا الله يسره يعني كوالي وأنا جد محظوظ. كل شيء كيقول لي يقال كندخلوا لوجدة بالبكاء وكنخرجوا منها بالبكاء. علاش أخويا غنجي لوجدة بالبكاء؟ أنا راجل محظوظ وبحال داك الزغاش بحال شي عروس جاي مستقبل فوق راسي وأنتم تاج فوق راسي نوعد عليكم بأن هذا ماشي خطاب ولا سياسي ولا هو هذا خطاب لأنك نلاحظ أنك تكلم معايا من القلب كنخاطبكم حتى من قلبي غنوعدكم إن شاء الله باش نخدموا مجموعين ولا تمشي وحدي مع هاد الناس اللي كنبغي نشكرهم هذا المنبر حيت كان واحد الاستعداد أولي رحمة الله باش إن شاء الله كنا مجموعين نمشيو بهذه المنطقة الشرقية إلى أبعد مستوى ونكونوا حسن ظن سيدنا الله يسره الله يجازيكم بخير وشكرا على الانتقاد.